الله يا ماما، اتأخرت علينا ليه كده يا طماطم؟ يا بنات يا بنات، اهي جت اهي. ايوه يا ماما، عندي لكم خبر حلو قوي. قولي يا ماما. عارفين مين جاي لكم النهارده؟ مين اللي جه؟ ما طمطم جت خلاص. يا ترى مين يا طنطا؟ على ما قلتلناش. معايا النهارده وجي ايه ده؟ استنى، اللي جالكوا النهارده جوز ولوز. يا سلام جوز استني ولوز. استني انت، يا سلام يا سلام، انت تعرفي مين جوز ولوز؟ ايه يا سلام، يعني مش عارفه. ايوه يا بنتي، دول ملوك المفاجآت، صح يا طنطا؟ على صح يا طمطومه يا شطوره. تعالى يا جوز وانت يا لوز، تعالوا سلموا على طنطا وتوته. اما نشوف مين جوز ولوز دول اللي بتقول عليهم ماما. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الحقي الحقي يا طماطم. الله الله، انت هتهت ولا ايه يا عم جوز؟ تعالى هنا، انت رايح فين؟ والله ما خدت بالي يا صاحبي. هو تعالى تعالى، البنات هنا. ايوه ايوه صح، عندك حق عندك حق. الحقي الحقي يا توتة، دول مش عارفين يجولنا، هيجيبوا لنا مفاجآت ازاي؟ مش عارفة والله. شفت شفت يا عم جوز عملت ايه؟ البنات فكروا ان احنا مش هنعرف نجيب لهم حاجة. ايه رأيك بقى يا عم الحاج في اللي انت عملته ده؟ تعالى تعالى بس نروح لهم. يلا. اهلا بيكوا اهلا بيكوا، ازيكوا يا بنات؟ عاملين ايه؟ احنا كويسين. انتوا مين فيكوا بقى جوز ومين فيكوا لوز؟ انا انا يا طمطومه يا عسل، انا لوز لوز على الاخر. وانت بقى اكيد جوز. ايوه ايوه طبعا، انا اكيد اكيد جوز. امال ايه؟ انتوا بقى اللي هتجيبوا لنا مفاجأة. ايوه طبعا طبعا، مش كده ولا ايه يا لوز؟ يلا بقى، عايزين نديلهم التعويذه الجميله اللي بتطلع المفاجآت السحريه. ايوه ايوه يلا، خلينا نشتغل بقى شغل على ميه بيضاء. يلا يلا يا حبيبي، قول لهم قول لهم. يلا بينا يا لوز. يلا يا جوز. ابراكادابرا. ايه رايكم بقى؟ بجد يا توتة، ده فعلا طلع حقيقي حقيقي خالص يا طماطم. الله الله، الحق يا عم جوز، ده مش مصدقنا ولا ايه؟ انا مش عارف والله العظيم، البنات دي فاكرين بنضحك عليهم ولا ايه؟ بس يا لوز، لا لا خلاص، احنا صدقناكوا خلاص والله. بس ممكن نفتح بقى البيت ده؟ اكيد اكيد طبعا لازم تفتحوه. يلا 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 بينا. احنا بقى هنستأذن دلوقتي ونسيبكوا تستمتعوا بالالعاب دي لوحدكوا. ايه رايكم؟ شكرا يا جوز، شكرا يا لوز، احنا مبسوطين قوي، تعالوا زورونا على طول. ايوه وتنسونا، وكمان تجيبوا لنا بيض مفاجآت جميل زي ده على طول. اكيد اكيد يا حبيبتي. امال ايه؟ يلا بينا بقى يا لوز، عشان عندنا اطفال تانيين. يلا بينا يا جوز يلا بينا. افتحي افتحي يا طنط علا، دي اول بيضه يا بنات، تعالوا بقى نفتحها كده بسرعه ونشوف فيها ايه. بس انتوا عارفين البيضه دي فور بويز، دي البيضه دي بتاعت الولاد. ايه ده؟ هو جوز ولوز جايبين لنا فور بويز ليه؟ جدا جايبين لكم اتنين بويز واتنين جيرلز. ليه بويز ليه يا ماما؟ هو احنا بويز؟ مفيش معانا بويز عشان خالص. اصحابكم يا بنات، عشان اصحابكم الولاد ما يزعلوش ويتفرجوا علينا هما كمان. اه صحيح والله، فكره يا ماما. وما ينسوش يعملوا لايك 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 لايك. يلا نفتح بقى على طول. افتحي يا ماما، عايزين نشوف فيها ايه. يا ربي بقى يا ربي. لا كده فيها العاب جميله قوي يا بنات. ايه ده؟ العاب فعلا اولاد مش بنات. واو اللي حقوا دي فيها عربيه يا طنط علا، طلع فيها عربيه. ده البيت ده جميل قوي قوي يا بنات. الله، ايه ده؟ وفلوس دي ولا ايه؟ وفيها كمان لعبه زي الميكانو. ايوه ايوه، علشان نلزقه، انا بحبه قوي. ده ده خنزير ده يا ماما. ده السيد قشطه يا ولاد. اهلا بيك يا سيد يا قشطه. يا قشطه يا سيد يا قشطه. هو اسمه السيد وبابا اسمه قشطه؟ ايوه ايوه، ده اسمه مركب. تعالوا تعالوا نشوف ايه ده. ايه تاني؟ والبيضه الشوكولاته بقى الجميله. ايوه افتحي يا ماما، انا بحب اكل الشوكولاته دي قوي. ايه ده؟ اللبان، علشانك يا طماطم، انت بتحبي اللبان. وبحب المصاصه كمان. المصاصه دي كبيره خالص، دي اكيد جميله قوي. واو، وايه ده كمان؟ دي مليانه العاب جميله خالص البيضه دي يا ولاد. عايزين اصحابنا كلهم يكتبوا لنا في التعليقات هيحبوا انهي بيضه وانهي العاب هتطلع معانا. اكيد هيحبوا كل الالعاب بتاعتنا يا ماما. الله، ده برضو ميكانو، بس ده شكل ايه ده؟ جليندايزر ده ولا مين ده؟ ماجينجر. ماجينجر؟ لا مش ماجينجايزر، مش عارفه بقى ده مين. طب يا ريت بقى اصحابنا اللي يعرفوا منهم يقول لنا، عشان احنا تقريبا مش عارفين. خلينا في العربيه الجميله دي، ينفع اروح بيها الحضانه؟ بي 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 بي
حلوه قوي. دي باص دي يا ماما صح، مش عربيه. لا لا مش باص ولا حاجه، بس هي باربع كراسي اهي. ايوه ايوه فعلا. يلا بقى نفتح البيضه اللي بعد كده. تعالى أيوة بقى نفتح الجيرلز. يا رب يطلع فيها عروسه. يا رب يا توته يا رب. استني استني يا ماما، هي مرسوم عليها ايه؟ بصي كده مرسوم عليها ايه؟ مرسوم عروسه فعلا اهي. وسخلفه دي ولا ضفدعه ولا ايه؟ لا دي ضفدعه. واو. تعالوا نفتح بقى، وعايزين كل اصحابنا اللي ما اشتركوش معانا في القناه ينزلوا يشتركوا طبعا، اوعوا ينسوا اضغطوا على الزرار الاحمر تحت الفيديو، صح يا توته؟ طبعا طبعا، ويعملوا لايك 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 لايك. ايوه برافو عليك يا توته، وكمان يعملوا كمان يضغطوا على الجرس عشان يجيلهم الفيديوهات الجديده والالعاب اللي بنجيبها. الله يا توته، ايه اللعبه الجميله دي؟ الله ده دولفين. واو برافو عليكي يا توتة، برافو عليكي يا طمطم. ايه الحزام بتاعه ده يا ماما؟ واو ده معمول ليه ده يا ولاد؟ ده ميدالية؟ مش عارفة، بس تقريبا احنا هم عاملينه علشان يمشي في المية ولا ايه، ونمسكه منه. الله الله الله، بصوا بصوا بصوا، ده بينور وبيغير الالوان بتاعته. واو لا استنى استنى، اقفل النور. خلينا نقفل النور. الله 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 الله، ايه ده اخضر وازرق. يا سلام، وابيض كمان اهو. واو واو جميل قوي الدولفين ده يا ماما. دي احلى لعبه. اوه دي احلى لعبه طلعت لي في حياتي. تاتا، تالت بيضه معانا. مرسوم عليها ايه دي بقى يا ماما؟ عربية. مرسوم عليها عربيه، ومرسوم عليها موتوسيكل كمان يا بنات. انا زهقت من العربيات بقى، اطلع لنا عربيه يطلع لنا موتوسيكل بقى. هنشوف دلوقتي بقى هيطلع لنا ايه. تقيله تقيله صح؟ تقيله فعلا، يا ترى هيطلع فيها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا ماما جامد. ايوه يا ماما. واو الحق يا بنات، موتوسيكل فعلا فعلا يا توتة. بيتسي بقى ولا ايه؟ ده موتوسيكل فعلا يا توتة، شفتي؟ ايه ده الحقي ده بيتش باجي. واو ده حلو جميل قوي. جميل خالص يا ماما، ولونه احمر فعلا جميل يا بنات. على قدي بقى العب بيه براحتي. والشوكولاه والمصاصه واللبان. انا هاكل مصاصه بقى لما اشبع. لا دي مرات سيد قشطه دي ولا مين دي يا بنات؟ ايوه دي سيده قشطه. دمك شربات يا توته، تعالي نحطها هنا. ايوه عشان نقعد نطلع لنا حد تاني نلعب بيهم. بصوا ايوه فعلا نفس الصوره. لا مش نفس الصوره خالص، دي مختلفه اهي. دي حاجه ودي حاجه تانية. صحيح. والشوكولاته طبعا، شوكولاته جميله. بيب 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 بيب. واو بقى معانا بيتش باجي وعربيه. ده جميله قوي. والدولفين الشقي اللي بيعمل الوان. تعالوا بقى نفتح البيضه الاخيره ونشوف فيها ايه يا ترى. يا ترى فيها ايه بقى الاخيره دي؟ واو تقيله. يا سلام، بسم الله بسم الله. تفتكروا لسه في حد من اصحابنا يا ولاد ما نزلش ضغط على علامه الجرس اللي تحت؟ لا طبعا كلهم ضغطوا. اكيد طبعا يا طنط، على كلهم بيحبونا وهيضغطوا على الجرس ويتفرجوا على الفيديوهات بتاعتنا كلها. واو ده ايه ده يا ماما؟ هنشوف حالا مع بعض. هنحط شوكولاته، وكمان ايه الرسمه دي؟ انتوا عارفين ده ايه يا بنات؟ ده يا ماما برافو يا توتا، ده اوفيد. ده شعره عامل ازاي؟ ده شكله جميل قوي. شعره بيبقى كثيف جدا. فعلا. والمصاصه واللبان، وكمان الصوره الميكانو الصغننه. ايه ده بقى؟ تاتا، ايه ده؟ دي لمبه؟ دي ميداليه على شكل لمبه. كشاف يعني. واو دي جميله قوي. وعليها سمايلي. الله تفتكر بتنور؟ اكيد طبعا يا ماما بتنور. بصوا 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 المفاجاه، في زرار هنا يعني بتنور. ورينا بقى يا ماما، نطفي النور. الله يا سلام، شايفين؟ استنوا استنوا هديكوا النور شويه كمان. يا سلام. واو. هي والدولفين ايه؟ عاملين الوان جميله. يلا نفتح بقى ونشوف لقينا ايه كمان في البيضه. وده ايه بقى؟ واو دن 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 دن.
كتبش ما عملش اشتراك؟ في حد فيكم ما كتبش كومنت تحت؟ لا طبعا كلنا كتبنا. برافو برافو عليكو. ده لذيذ قوي وانت عامله صوته جميل خالص يا طنط علا. انا اتبسطت قوي. مين جوز ولوز النهارده يا طماطم؟ انا كمان مبسوطه من الالعاب جميله. وانتوا كمان يا اصحابنا اتبسطتوا من جوز ولوز واتبسطتوا من الالعاب اللي طلعت لنا في البيت النهارده ولا لا؟ انا بقى حبيت جوز ولوز قوي يا طماطم. انا كمان حبيته. ما انا عايزه اروح اشوف بيتهم فين وافتح كل المفاجآت الكتير اللي عندهم. تفتكري عندهم في البيت مفاجآت كتير؟ اكيد طبعا. ايوه فعلا اكيد طبعا. وانتوا يا اصحابي حبيتوا جوز ولوز زينا ولا لا؟ حبيناهم خالص. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو. وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي يا اصحابي.